السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة نادر إبراهيم. ونستكمل مع بعض كورس مادة الرسم الهندسي أو أساسيات ومبادئ الرسم الهندسي. وأخذنا في الحلقات اللي فاتت أو الفيديوهات اللي فاتت، إن شاء الله هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف، أخذنا جميع العمليات الهندسية وبعض مبادئ الرسم الهندسي. النهاردة هنبدأ في أهم موضوع وأهم درس، اللي هو الإسقاط العمودي، ومن بعده إن شاء الله هناخد استنتاج المسقط الثالث. ودي من أهم الأساسيات ومن أهم الدروس، إن أنت إزاي تعرف تعمل إسقاط عمودي، وإن أنت تعرف إحنا ليه بنعمل الإسقاط العمودي. الموضوع ببساطة يا جماعة، إن هو إحنا لو عندنا قطعة زي دي، هنفترض إحنا عندنا قطعة زي دي، أو مثلا زي علبة الكبريت أو أي قطعة زي دي، عاوزين نصنعها او عاوزين نشتغل عليها، لازم عشان نصنعها لازم يكون لها على الاقل ثلاث مساقط. يعني بننظر لها من ثلاث اتجاهات، تمام؟ واي جسم في الدنيا تقدر تحدده من ثلاث اتجاهات، والثلاث اتجاهات دول هم اتفقوا عليهم وقالوا ان هو بيكون في حاجة عندنا اسمها المسقط الرأسي والمسقط الافقي والمسقط الجانبي. المسقط الرأسي والمسقط الأفقي والمسقط الجانبي. فهنفترض ان احنا مثلا عندنا علبة زي علبة مثلا الايه الكبريت مثلا، يعني اي مكعب هياكل مثلا زي كده مثلا. تمام، له ارتفاع وله طول وله عرض، تمام بالشكل ده. هنعطي لكل اتجاه من الاتجاهات هنعطي له لون عشان يبقى واضح معانا في الايه في الاستنتاج. هنلون ده باللون الاحمر مثلا، تمام، وده معانا باللون الاخضر، وده باللون الأزرق. تمام، طبعا احنا بس بنحط الألوان في الأول كده عشان نساعد على التخيل يعني، لكن إن شاء الله بعد كده هنفهم مع بعض بسهولة. يعني كده عندنا الثلاث الاتجاهات، تمام. طيب يعني ايه الاسقاط العمودي؟ الاسقاط العمودي معناها ان انا لو ببص كده، الاسقاط العمودي اسقاط العين العمودي، ادي العين اهي بتبص من الناحيه دي، هذا هتشوف ايه؟ لو احنا بصينا كده هنشوف اللون الايه الاحمر، صح؟ هنشوف اللون الاحمر، تمام. بنعمل اسقاط العمودي يعني بناخد كل خط من ده على امتداده كده، نمد ده على استقامته، ونمد ده على استقامته، ونمد ده برضو على ايه على استقامته، وده كمان على استقامته، تمام. بيظهر لنا الشكل بالطريقة دي، ده كده وكده وكده، تمام. ده بيكون الايه الاسقاط العمودي للاتجاه ده. هنفترض ان ده مثلا هو الفرونت فيو او المسقط الرأسي، تمام، المسقط الرأسي. طبعا ده احمر يعني ده بيبقى باللون الايه باللون الاحمر معانا، صح كده يا جماعة؟ واضح اهو. طيب لو حبينا نبص من الناحية ديت، وده المسقط الجنبي، العين اهيت بتبص من الناحية دي، تمام، هتشوف ايه؟ هتشوف اللون الايه الاخضر قدامك، مش هتشوف الاحمر ولا هتشوف الايه الازرق. بنجيبه ازاي بقى الاسقاط العمودي؟ بنمد الخط ده على استقامته، ونمد الخط ده على ايه على استقامته، تمام، وناخد ده كمان على استقامته، وناخد ده على استقامته، يظهر لنا بالشكل ده. واضح كده يا جماعة؟ وده يبقى هو الجزء اللي باللون الايه الاخضر.
اهو، وده اسمه ايه؟ اسمه السايد فيو او المسقط الجانبي. السايد فيو او المسقط الجانبي. طيب لو حبيت ابص من فوق عشان اجيب التوب فيو بقى او البلان المسقط الايه الافقي، بيظهر معايا بالشكل ده. بنمد ده على استقامته، ونمد ده برضو على استقامته، وده على استقامته، وده على استقامته، تمام، وبيظهر معانا بالشكل ده. موضوع بسيط، مجرد بس ايه تعرف الاساسيات وتتخيل بس شوية من الخيال معانا، ويظهر معاك اللي التلات مساقط، والموضوع يبقى سهل ان شاء الله. تمام، وبكده يبقى احنا عملنا الاسقاط العمودي للايه للمجسم كله. عملنا دلوقتي الايه الاسقاط العمودي، وهناخد تمرين واتنين مع بعض علشان نمارس مع بعض الايه الفكرة وتبقى سهلة بالنسبة لنا. موضوع الاسقاط العمودي نخلصه ان شاء الله، ويبقى سهل جدا لأي شكل تقدر تعمل له اسقاط عمودي وتتخيل شكله بالشكل ده. واضح كده يا جماعة؟ وده اللي هو الايه ده اللي هو البلان او اللي هو الايه المسقط الافقي. وبكده يبقى احنا خلصنا التمرين الاولاني، وده اللي هو الموضوع الاسقاط العمودي. هناخد تمرين مع بعض واثنين وثلاثة عشان نستفيد. خليكم معانا، هناخد مع بعض اول تمرين من تمرينات الاسقاط العمودي. اخدنا المكعب الاولاني اللي هو يشبه علبة الكبريت او اي مكعب عادي. هناخد دلوقتي هنصعب الرسمة شوية يعني، او نزودها شوية. لو احنا عندنا رسمة بالشكل دوت، يعني زي درج سلم ممكن تسميه، تمام، او زي المنصة بتاع التتويج بتاع المركز الاول والتاني والتالت كده. انا طبعا برسم بالاسود علشان يظهر بس في الايه في الفيديو، مش برسم بالرصاص يعني، تمام. لو عندنا شكل بالطريقة دي عاوزين نعمل له الاسقاط الايه العمودي بتاعه، تمام، نفس الطريقة برضو اللي احنا اخدناها. لو حبينا نعمل اسقاط العمودي من فوق، تمام، اللي عاملين اسقاط العمودي من فوق عشان نجيب الايه البلان، تمام، هنعمل ايه؟ هنمد الخط ده على استقامته، والخط ده على استقامته، وده برضو على استقامته، وده على استقامته، الاربع اركان، تمام، ونوصل ده كده يبقى بالشكل ده. تمام، وطبعا لما نيجي ننزل النقطة ديت وننزل كمان النقطة ديت هيبقى معانا بالشكل ده. تمام، اللي هو هنا ده واحد مثلا، لو سمينا البلان ده واحد، وده اتنين، وده تلاتة، هتلاقي هنا واحد وهنا اتنين وهنا تلاتة. واضح يا جماعة؟ ده اللي هو الايه البلان. طيب لو حبينا نبص عشان نجيب المسقط اللي السايد فيو من هنا، نفس الطريقة اللي احنا عملناها برضو قبل كده. المفروض ان هيظهر معانا هنا مثلا لو سمينا دي A وديت B، هيظهر معانا A و B، صح ولا A و B من الناحية دي؟ برضو نفس الطريقة، هناخد ده على استقامته، وده على استقامته، وده على استقامته، وده على استقامته، تمام، وده على استقامته، يظهر معانا بالشكل ده. هيظهر معانا بالشكل ده. هيبقى هنا ده A وده B. واضح كده يا جماعة؟ طيب لو حبينا نجيب المسقط الرأسي أو نعمل إسقاط عمودي على المسقط الإيه الرأسي، أدا برضو إيه هنبص من الناحية دي كده، يظهر لنا اللي هو حرف T المقلوب ده. هناخد ده على استقامته، وده على استقامته، وده على استقامته، تمام، يظهر معانا بالشكل ده.
يظهر معانا بالشكل ده اللي هو ده المسقط الرأسي اهو. تمام، وكده يبقى احنا خلصنا التمرين التاني. ناخد كمان تمرين. التمرين التالت في الاسقاط العمودي يا جماعة، هناخد شكل تاني مختلف شوية، نحاول نعمل شوية تفاصيل فيه. لو عندنا شكل بالشكل ده كده مجوف من الداخل، عبارة عن حرف يو من ناحيتين، يعني لو بصيت له من اتجاهين هتلاقي حرف يو. تمام، بالشكل ده. طبعا هو عبارة عن مكعب عملنا فيه تجويف من الداخل. عملنا فيه تجويف منين؟ من الداخل. واضح معانا يا جماعة كده؟ واضح بالرصاص ولا نضطر ان احنا نظلله بالاسود؟ طيب هنمشي عليه برضو باللون الاسود عشان يكون واضح للجميع ويكون واضح في الصورة. عاوزين نجيب التلات مساقط او نعمل له اسقاط عمودي للجسم ده. واضح كده يا جماعه؟ طيب برضو عشان نسهل الامور شويه، يعني هنقول ان الاتجاه ده هنلونه باللون الازرق. تمام، زي ما عملنا قبل كده. ده باللون الازرق. تمام، وده هيكون هو نفسه برضه الاتجاه ده، ده هيكون ازرق برضه. يعني كل ما هو في الاتجاه ده هيكون باللون الايه؟ باللون الازرق. واضح كده يا جماعه؟ طيب لو جينا نبص من فوق اي حاجه هنشوفها من فوق هتكون باللون الايه؟ باللون الاحمر. لو بصينا من فوق كده هنشوف ده باللون الايه؟ الأحمر. تمام، يبقى اليو اللي هي من فوق ديت يبقى باللون الايه؟ الأحمر. والاتجاه الثالث هنعمله باللون، الايه؟ الأخضر. باللون الأخضر. ونستنتج مع بعض الثلاث مساقط او نعمل اسقاط عمودي للثلاث اتجاهات. طبعا دي بالاحمر. واضح كده؟ نبدأ مع بعض. أول مسقط اللي هو المسقط هنعتبر إن ده المسقط الإيه؟ الأفق اللي هو الرأسي، الفرونت فيو. والرأسي والجانبي ممكن يبقوا مكان بعض عادي. تمام؟ طيب لو عملنا المسقط الرأسي هنعمل إيه؟ هناخد الخط ده على امتداده، وناخد الخط ده على امتداده، وده نفس الشيء على امتداده. تمام؟ وده كمان. ونبدأ نحدد الجسم بتاعنا أو البلان بتاعنا. هيظهر عندي بالشكل ده. تمام، هيظهر عندي بالشكل ده. ده اللي هو الايه؟ الفرونت فيو. طيب لو حبينا نجيب المسقط اللي هو الجانبي سايد فيو، برضه هناخد ده على استقامته وده على استقامته وده على استقامته وده كمان على استقامته. احنا كده حددنا الايه؟ ابعاد المسقط الجانبي اهو بالشكل ده. تمام، يبقى ده اللي هو السايد فيو.
طيب لو حبينا نجيب البلان، نعمل اسقاط للبلان، هنبص من فوق هناخد ده على استقامته وده على استقامته وده كمان على استقامته وده على استقامته، تمام. هيكون معانا المفروض البلان بالشكل ده كده. انا بس حددت الايه الابعاد الخارجيه والتفاصيل هنرسمها مع بعض دلوقتي، تمام. ده يعتبر الابعاد اللي هي الخارجيه. لو بصيت لي من فوق هتلاقي عندك حرف اليو اهو بالشكل ده. طبعا احنا مش بنرسم بالابعاد، لكن طبعا التمارين عندك بتكون كلها بالايه بالابعاد، فالابعاد بتسهل عليك الامور شويه. بس ده احنا بس بنعرف ازاي نرسم الايه الاسقاط التاني. ولو بصينا من هنا برضو هنلاقي حرف اليو اللي هو بالشكل ده. معلش ان انا كتبت في الرسم، معذرة يعني، لكن بالشكل ده، تمام. فلو تخيلنا مع بعض هنلاقي ان ده طبعا ده اللي هو المفروض الاخضر وده اللي هو الاحمر بالشكل ده. طيب التفاصيل عندنا بقى هنا، لو احنا بصينا هنا هنلاقي في القط اللي جوه ده احنا مش شايفينه، فهيظهر عندي ايه داش. نركز مع بعض، داش. ليه عملناه خط داش؟ ده بقى اهم حاجة في الموضوع، وده الزيادة عندنا في التمرين. عملناه خط داش ليه؟ او خط متقطع ليه؟ متقطع لان احنا مش شايفينه متداري، فاي شيء مش ظاهر في مقابل في مقابل النظر بيكون بنسميه جزء مخفي او جزء غير ظاهر، فبيكون بنعبر عنه بخط الايه الداش المتقطع ده. خط الداش المتقطع ده مهم جدا يا جماعه، وطبعا هيوضح معانا ان شاء الله في استنتاجات المساقط الثلاثه بعد كده، تمام. خليكم معانا وناخد كمان تمرين. هناخد مع بعض اخر تمرين في تمرينات الاسقاط العمودي، وده بس عشان نوضح بس فيه يعني ازاي الاجزاء الايه المخفيه. يعني مثلا لو عملنا بالشكل ده كده، شكل زي ده، يعني زي درجة سلم، ولكن عملنا هنا فتحة دايرة وهنا دايرة أكبر منها، دايرة أكبر منها، تمام. متخيلين معانا الشكل يا جماعة بالشكل ده. لو القطر الدائرة ده مثلا 10 مللي، ده هنفترض ان ده مثلا 20. احنا مش بنرسم بالابعاد، ولكن اهم حاجة عندنا نظرية الايه الاسقاط العمودي. لو احنا اعتبرنا ده السايد فيو وحبينا نجيبه او نعمل اسقاط عمودي عليه، زي كل مرة نفس القاعدة، ناخد ده على امتداده وده على امتداده وده على امتداده، تمام. وده برضو الكورن ده ناخده على ايه على امتداده، تمام. كده يبقى احنا حددنا الشكل الخارجي من بره او حدود الرسم. بالشكل ده. طيب وناخد ده على استقامته، تمام. يبقى ده الأول. طيب نبدأ نظهر التفاصيل، خليكم معانا وركزوا معانا. الدايرة الصغيرة ديت لو أنا بصيت من هنا أنا مش شايفها، دي فتحة مفتوحة في جسم الإيه؟ في الجسم من الداخل، فيبقى إحنا نظرها هنا بإيه؟ بخط متقطع، نظرها بخط إيه؟ بخط متقطع بالشكل ده، تمام؟ طيب وبعدين هي في الإيه؟ في السلمة اللي تحت بس في الدرجة الأولى. طيب لما نيجي للفتحة الكبيرة، الفتحة الكبيرة واخدة الجسم كله، فتح الجسم كله من ناحيتين من الاخر يعني، تمام. لو هي مش فاتحه، لو هي مش ممتده، هتلاقيه برضو عاطيلك انديكيشن او عاطيلك اي معلومه تقول لك ان هي مش ممتده او عمقها قد ايه. لكن لو هو سابها كده وعامل لك الشكل ده معناها ان هي ايه مخترقه الجسم كله، فبناخدها برضو كانها داش ولكن بطول الجسم اهو، واضح. وده يبقى الايه السايد فيو، تمام. طيب لو حبينا نجيب الفرونت فيو او اللي هو المسقط الالفيشن او المسقط الراس، تمام، برضو نفس الطريقه. حددنا ابعاده يكون بالشكل ده، عباره عن درجه سلم اهي،
بالشكل ده، تمام. هنا برضو نفس الشيء، لو انا بصيت من هنا ما يظهرش عندي الدوائر، الدوائر مش ظاهرة عندي او الفتحات مش ظاهرة عندي، فبضطر ان انا ارسمها هنا ايه، ارسمها هنا خط منقط او خط داش بيسموه، تمام. وده دليل على ان هي ايه، مخفية، دليل على ان هي ايه، الدوائر مخفية. واضح كده يا جماعة؟ ولكن اي تفاصيل في الجسم لازم تظهر في الثلاث مساقط، لازم في الثلاث مساقط تظهر الايه، التفاصيل. يعني ايه؟ يعني الدايره دي لازم تظهر في المسقط الجانبي والمسقط الايه، الراسي، والمسقط الايه، الافق. لو بصينا من هنا كده، هنا تظهر معانا الدوائر حقيقيه من فوق، هنا في البلان تظهر معانا الدوائر حقيقيه، تمام. هنعمل ايه؟ هناخد برضو الخط ده على استقامته، والخط ده على استقامته، والخط ده على استقامته، والخط ده على استقامته، تمام. وبنوصل بالشكل ده، تمام. وبنيجي هنا لما ناخد ده على استقامته، يجي لنا هنا كده، نفس الشكل. الدايره الاولى الصغيره هتظهر هنا حقيقيه، هي خط سوليد اهوت، خط مصمت، وديت الدايره الايه، الكبيره. واضح كده يا جماعه؟ وده اللي هو البلان، تمام. وكده يكون احنا انتهينا من الاسقاط العمودي، وان شاء الله الدرس الجاي او الحلقه الجايه هناخد استنتاج الثلاث مساقط من المنظور او من الايزومتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تنشروه لزمايلكم او لاي حد موجود في طالب في كلية هندسة او معاهد فنية او دبلومات فنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.